خالطك اي حد مصاب او تم اتصال مباشر معه او حد في السكن او حد في العمل؟ لا. اوكي شكرا. بتوجيهات كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد القوات المسلحة في دولة الإمارات، تم بحمد الله افتتاح المركز اليوم، مركز ميناء راشد بالمسح الوطني بطاقة استيعابية 500 شخص في اليوم. نحن شغالين من الساعة 10 الصباح لحد الساعة 6 مساء. الفحص ما ياخذ أو مدة الفحص تاخذ تقريباً 5 دقائق من الدخول إلى التسجيل، محطة التسجيل وأيضا محطة الفحص. الفحص تقريبا يأخذ نتيجته تأخذ من 2 إلى 4 أيام. وعندنا المتطوعين ما شاء الله تبارك الله عددهم تقريبا 10 أشخاص، وهم مثابرين وواقفين معانا ومع الدولة في هذه الأزمة. آلية العمل في المركز، المريض يدخل من بوابة الرئيسية، طبعا يكون هناك فريق فرز وطاقم طبي وأيضا متطوعين وإداريين يوجهون المريض للمسار أو المسرب المطلوب. جاي اليوم افحص اشوف، يعني مجرد يعني for the purpose of screening، لاني عايشه بالبيت مع والدي ووالدتي، هم كبار في السن، فحابه اطمن على نفسي وعليهم انه ما اكون كارير. غير هيك اني بشتغل بهيلث كير فاسيليتي، فبالتالي علشان اتاكد انه انا خالي من الفيروس وما يعني ما اسوي يعني ما اعمل خطر على الناس اللي حوالي من اهلي والناس اللي حوالي بالشغل كمان.